إلى ليبيا، حيث قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن البعثة الأممية هي من نسقت ودعت إلى اجتماع رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري في زنتان، وهي من أجلت الاجتماع دون الرجوع إلى المجلسين. من جانبه ذكر عضو مجلس النواب سالم قنيدي أن عقيلة صالح يريد أن يكون رئيسا للمجلس الرئاسي المقبل، وأن خالد المشري يبحث عن رئاسة الحكومة الجديدة وفق قوله. وإلى ذلك تمسك أيضا قائد ميليشيات الكرامة المشير المتقاعد خليفة حفتر بالترشح للانتخابات الرئاسية، رافضا أي قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات. وأضافت أن حفتر خلال زيارته إلى مدينة أجداديا شرقي البلاد إن المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في الانتخابات يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية وخوفهم من أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين. لمناقشة المشهد الليبي أرحب بضيفي الدكتور محمود الرملي، الباحث في الشؤون السياسية من طرابلس. أهلا بك دكتور محمود معنا. يعني بداية، كيف تنظر لتمسك حفتر بالترشح للرئاسة ورفض أي قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح؟ أعتقد بأنها نوع من العزف على قعقعة السلاح والتوجه إلى الذخيرة أكثر منها توجه إلى الانتخابات، لأنه لا توجد تشريعات في أي دولة من دول العالم الديمقراطي التي تحترم ذاتها تحاول قدر الإمكان التأصيل، لأن العسكري يمكن أن يكون أيضا على رأس السلطة، وإلا لاستخدم سلاحه وفرض نوع من عدم الاحترام لما يتعلق بالنتائج، وأيضا أدى إلى استخدام الأدوات التي يستخدمها. والواقع العملي أنه إذا أردنا دولة تتجه إلى الديمقراطية علينا أن نحترم قواعد لعبة سياسية مرساة سابقا في معظم الدول التي تمارسها، وهي مؤداها أنه لا يمكن لأي عسكري أن يكون على رأس سلطة سياسية، بل يتنصل من الناحية العسكرية وليكن مدنيا وليدخل إذا توفرت فيه الشروط. القول بغير ذلك أعتقد بأنه استخدام جهة ثانية أو استخدام للعسكري بأنني لن أقبل بقاعدة دستورية إلا إذا كانت تبيح لي أن أوجود، ولن أقبل أيضا بالنتائج إلا إذا كانت لصالحي، ولن أقبل باستقرار ليبيا إلا إذا كنت أنا موجودا على رأسها. هذا نوع من فرض العنفوان السلطوي ومحاولة من قبل. يعني هل هذا مؤشر أيضا على رفض أي قانون انتخابي يمنع ذلك؟ نعم، هو مؤشر ثابت على أنه لن يقبل ذلك، وعلى أنه لن يقبل نتائج بذلك، وعلى أن أي توافق يخرجه من العملية أو يحيله إلى محكمة عسكرية باعتباره محال إلى محاكم سابقة ومحكوم عليه بالإعدام. فمن المهم جدا إذا أردنا ليبيا علينا أن نتنصل من وجود إمكانية وجود عصابة القذافي وعلى رأسهم زيف القذافي، وأيضا عصابة حفتر وعلى رأسهم حفتر، فهم ملطخون في أيديهم بالدماء، ولا يمكن إلا أن يكونون صوت النشاز. وليبيا من أجل أن تجتمع عليها أن تجد ما بين أولادها وأبنائها وشبابها ورجالها ونسائها إمكانية لولوج لعملية سياسية دون الجدليين كهؤلاء. ليبيا أكبر منهم وأكبر من صنيعهم وأكبر من مؤامراتهم وأكبر من توجهاتهم، ولذلك الخطاب الذي أبداه أو الكلمة التي ألقاها في مريديه بمنطقة جدابية لأن بها أخيه متواجد هناك يحاول قدر الإمكان دغدغة العواطف أنني لن أترك، خاصة وأنه قد مر أيضا ببعض المناطق الأخرى سرت وهو وغيره من المناطق، وهو متواجد يريد القول بأنني جزء من العملية السياسية إن أردتم عملية سياسية، والعملية السياسية لا تفرض بالقوة. لقد رفض المجتمع الليبي والليبيون جميعا سيطرة. طيب دكتور محمود، أيضا يعني في ظل هذا المشهد، كيف تقرأ هذا الجدل المستمر حول الدور الذي يلعبه كل من خالد المشري وعقيلة صالح؟ نعم، عقيلة صالح وخالد المشري كليهما على جسمين، وهذين الجسمين في شكل القانوني لا وجود لهما من الناحية القانونية، لكن تظل من أجسام الأمر الواقع. الإشكالية ليست في خالد المشري في تقديري، الأساس فيما يتعلق بالمشهد الأساسي في الإشكال وعنصر الإشكال تتمثل في عقيلة صالح. عقيلة صالح يريد أن يسيطر، بل وسيطر على مجلس نواب وإن سلمنا جدلا بأن هناك مسمى مجلس نواب، وأيضا سيطر على العملية السياسية لأنه أفسدها، وكلما اقتربت حقيقة آليات
دعم إمكانية إصدار بيان بأن الجسمين انتهيا أو أن شهادة الوفاة استخرجت لهما. كلما اقتربت ذلك كلما تم التوجه بشكل حقيقي أيضا إلى القول بأننا نريد أن نفسد عملية سياسية من خلال إنتاج حكومة ثالثة أو مجلس رئاسي جديد أو إنتاج أيضا جسم يبيح لهما التمديد والتمطيط أو على الأقل يبيح للأجسام البقاء. جميع الأجسام الموجودة في ليبيا، مجلس نواب ومجلس دولة ومجلس رئاسي وحكومات تتصارع، ليس لها أي شرعية قانونية، هي أجسام الأمر الواقع وعليها الرحيل. وإذا أراد المجتمع الدولي أن يلعب دورا إيجابيا عليه أن يساعد الليبيين بالتخلص منهم لا في التحاور معهم، عليه أن يساعد بعملية سياسية خارج نطاق النصوص من أجل ليبيا. هناك جبهة سياسية لتصحيح الأمور السياسية خارج هؤلاء جميعا. شكرا جزيلا دكتور محمود الرملي الباحث في الشؤون السياسية من طرابلس على هذه المشاركة.